الو 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 بسم الله الرحمن الرحيم. صوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ سامعينك دكتور. طيب ممتاز، فلنبدأ. الحصة هاي مهمة، بس قبل ما هذا، يعني بالنسبة للامتحان أنا لا علاقة لي بالامتحان. ما حدا يبعث لي إيميل إنه والله يا دكتور كذا كذا، أنا الامتحان ما إلي علاقة فيه. اللي بتفضل فيه المنسق بنسويه مع بعض، وغالبا راح يزيد علامات بس مش كتير. يعني مؤخرا مجلس العمدة شعروا انه الطلاب بيهجموا مرة واحدة، فبصير تعطيل، فاعطوكم 3 دقائق. للأسف مش إلكم، للي بعدكم اعطوهم 3 دقائق. المهم الحصة هاي راح ندرس الدبل انتجرال وعلاقته مع الحجوم، وايضا مع مين؟ مع الماس. الماس بجوز ما يكونش مطلوب معكم، ولكن كويس انه طلابي يعرفوا انه الماس بيجي عن طريق الدبل انتجرال او تريبل انتجرال. مثلا find the volume under the surface z تساوي 16 ناقص x تربيع ناقص y تربيع and above the x y plane. هاي سطح تنتتف لي تقريبا عندما x صفر و y صفر z 16 اعلى قيمة طبعا، برد بنزل، ولما z صفر بيطلع عندي x تربيع زائد y تربيع يساوي 16 دائرة، فبده الحجم هذا. طيب عنصر الحجم باخذ صغيرة، هيو بوكس صغير دي زد ودي واي ودي اكس، هيو عنصر الحجم، فدي في تساوي دي زد دي واي دي اكس. طبعا لو بدك الماس بدك تضرب بالدنسيتي محليا عند النقطة بس، هو طلب الفوليوم، فبديش اعقد بالسؤال. طيب بدك الفي بكامل، بعطيني في هون، هون في عندي 3 دي دي دي، فبده 3 تكاملات. اول ما بكامل الا الزد، الزد بمشيها، باخذ اللي هون واللي هون، بمشي مع الزد باتجاه الزد بمشي، فالزد بتبدا من الصفر وبتكبر 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 حتى اوصل لوين؟ معادلة السطح اللي عندي، ألا وهي Z تساوي 16 ناقص X تربيع زائد Y تربيع. هاي بالنسبة لZ. شو بكون حصلت؟ حصلت على عمود الإسمنت هذا، العمود هذا برضه بسموه Element Volume، ولكنه طويل، ارتفاعها Z تحت السطح. هلا بحرك الواي والاكس على القاعده الارضيه، على القاعده. اتذكر مع كل دي واي دي اكس عندك ايش؟ عمود حجم فوق. هاي رجينا للارضيه، اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي 4، وهذا اللي فوقه عمود الحجم المظلل. هلا بحرك الواي، في حدا بحكي؟ انا دكتور. تفضل يا بنيتي. ايه دكتور، الشاشة مش واضحة، مكتوب عن الزوم. كيف مش واضحة؟ ما انا مسوي مشارك. شارك ال... طب ليه ما حكيتي قبل يا بنيتي؟ خليني ادور على المشاركة، وين المشاركة؟ هاي مشكلة، انا بشرح بالاخير فيش مشاركة. لا هلا دخلت على المحاضرة دكتور، مش سامع لأني هلا دخلت على المحاضرة.
لا بدي اشوف شو شايفه في الشاشه هلا. عن الزوم. لا عن الزوم ما استفدتش. بدي شير. وين الشير؟ الشير الشير وينك يا شير؟ طب مهلوني دقيقة قبل ما أدور على الشير. على الشير الشير أدمت. لا بديش سيف فير فيو. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هاي تشير 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 تشير. لين هاو زوم سيلكت ليد اندو فورمات. بين شيء يا بنات. دكتور بس الزوم بس مبين لا لا شو اسمه الشرح. لا المادة العلمية بينات. لا لا ما بينات. لا ما باين. سيلكت ماوس تكست. ستوب شير غريبة. موجود الشير. Your screen is paused. Sharing is paused. Hello. هيك بين الدكتور. بين. اه والحمد لله. بس بدنا نرجع لواحد صفحة واحد. اوكي بس بدنا نكبرها. مش عارف انا كيف اكبرها. هيك واضحة دكتور. واضحة. واضحة. طيب عادي دكتور هيك مبينة. طيب ماشي الحال.
إذن هون بدنا نحسب الفوليوم، بس إن شاء الله لو في تكبير، وين تكبير عاد؟ exit for the screen لا rotate لا rotate go to last page طيب هلا بدنا نحسب الفوليوم باستخدام التريبل انتجرال فأخذنا عنصر حجم صغير دي زد ارتفاعه وعرضه دي واي سمكه دي اكس وهلا كاملنا من زد صفر الى 16 ناقص معادلة السطح يعني فجمعنا عناصر الحجوم من هون ومن هون ضلنا حتى نصل لفوق فوق فطلع معي عمود الاسمنتي هذا الطويل هلا دي واي دي اس حسب المنطقه الارضيه وين السيرفيس بتاعك بضرب الاكس واي بلين طبعا لما احط الزد صفر بصير عندك اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي 16 اللي هي معادله الدائره طيب بمشي على معادلة الدائرة فوق كل عنصر مساحة دي اكس دي واي عندك عنصر حجم طويل طويل هلا بمشي كل ما اقول لك امشي بدي اكس دي واي كأني بقول لك امشي بعنصر الحجم الطويل هذا اذا بمشي من واي تساوي اوطى نقطة في المنطقة الى واي اعلى نقطة في المنطقة طبعا حلها لدائرة بصير واي تساوي ناقص الجذر التربيعي لواي تساوي الجذر التربيعي هاي عند الحد الثاني والحد الثالث هلا لما تمشي هيك معناته غطيت لمنة كاملة هذا جدار اسمنتي واقف جدار اسمنتي واقف بحرك الجدار هذا جدار رفيع ورفيع 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 من حد اكس تساوي ناقص 4 بجمع الجدران هاي اليمينز حتى اكس تساوي 4 هيا بعطيني مين؟ بعطيني الحجم هيك هلا خلصت هلا بدي احسب قيمة التكامل كيف بدي احسب قيمة التكامل؟ الدائرة بتقول لك اكس تربيع زد واي تربيع دخل البولر بتريحني البولر طيب لما تريحني 16 ناقص محل الاكس بتحط ار كوساين ثيتا ومحل الار محل الواي ار ساين ثيتا طبعا عنصر المساحة دي واي دي اكس ما عاد هيك غلط هيك لازم احطه بالبولر اللي هو ار دي ار دي ثيتا سقفه بطيخه متجهه نحو نقطه الاصل طيب هاي 16 ناقص محل اكس تربيع واي تربيع بحط ار تربيع والدي واي دي اكس بقيمه كلها وبحط عنصر المساحه في البولر ار دي ار دي ثيتا هلا بحرك اتجاه الار الار هاي المنطقه هي نفس المنطقه هاي ولكن المعادلات بتكون في البولر مو في الكارتيزيان يعني هاي لو قلت لي اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي 16 بقول لك صح اما في البولر ما بصير تقول لي اكس تربيع واي تربيع بدي اقول لي ار تربيع تساوي 16 يعني الار 4 إذا بجمع هالعناصر الصغيرة هاي من صفر إلى R تساوي 4 بحصل على اللمنة هاي
زي المخروط. هاي أول واحدة من صفر لأربعة، وهاي اللي منها بعدين بحركها باتجاه الثيتا. الثيتا دوران حول نقطة الأصل، فبحركها من ثيتا تساوي صفر، بجمع اللي من هاي واللي من هاي واللي من هاي حتى ثيتا تساوي ايه؟ 2 باي. بغطي الدائرة كاملة، ولكن تغطية بولارية وليست تغطية كارتيزية. وبعدين بكامل تكامل بسيط وبعوض، بيطلع الجواب 256 باي. في أي تعليق على السؤال؟ أي تعليق؟ السؤال الثاني. Evaluate the volume of a tent, خيمة, below the surface, Z تساوي E قوة X تربيع, Z Y تربيع, and above the annular ring, حلقة دائرية, حلقة دائرية, ألا وهي الدائرة الصغرى X تربيع, Z Y تربيع تساوي 4, الدائرة الكبرى هي اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي 16. هاي بسموها انيولر رينج، زي الرنديلا. يعني هون تخيل المنطقة هاي جافة تقعد فيها، هون بحيرة، بحيرة بتسبح فيها الأولاد الصغار بيسبحوا فيها، وعند السطح حيو زد تساوي اي قوة اكس تربيع زائد واي تربيع. لما x و y صفر يقوى صفر واحد، ارتفاعه واحد، وكل ما بعدت السطح بيطلع لفوق الخيمة، فبده الحجم اللي فوق الانيولر رينج هاي شايفينها، وتحت السطح الفوقاني. طيب الحل، الفوليوم هي z dy dx على المنطقة أوميجا بتاعتك، الأرضية بتاعتك اللي هي الأنيولر رينج. طيب كيف بدنا نحسبها؟ إذا فكرت فيها، دي واي دي إكس لازم منطقة تقسمها لأربع مناطق. إذا حطيتها دي إكس دي واي برضو أربع مناطق، يعني سواء هيك ولا هيك لازم تجزئ هاي الأنيولر رينج لأكثر من منطقة. خلينا أشوفها بالله، هيك من واي فوق لهون، بعدين واي من هون لهون، هاي ثنتين ثلاثة أربعة، بالضبط أربع مناطق. ناهيك على أنه هذا التكامل ما بقدر أكامله. لو جيت أقول لك إي قوة واي تربيع دي واي بتقدر تكامله؟ ولا أنا ولا علي فورا بقدر أكامله. طيب لو بدلت حليت مشكلة؟ ما حليت مشكلة، بالعكس راح نص ساعة من الوقت الامتحان، وبالأخير يا أستاذ النت علق معي. أنا علق وفي 26 من 30 طالبة جايبة. يعني والله لو علق بقول والله الموت مع الجماعة رحمة، أعلى علامة بتجيبها 10، ولكن في عندي 26 وفي 22 وفي 20 وفي 15 و12، يعني العلامات متفاوتة حسب شطارة الطالب. فيعني للأسف الواحد إذا بده يكذب أو يتحايل بإشي منطقي، مش منطقي. ما احنا كلنا طلاب، يعني انا او دكتور ادريس، انا بالمناسبه انا اللي درست دكتور ادريس ومعظم اساتذه القسم، يعني هم كانوا طلاب قبل ما يكونوا دكاتره. فاياك انك تحكي كذب ولا
تتحايل لأنه بتنكشف بالأول بالأخير. المهم هذا التكامل طبعا لا بقدر أكامله بالنسبة للإكس، وحتى لو عكسته ما بقدر أكامله. مين اللي بده ينقذني؟ اللي بده ينقذني وجود إكس تربيع زائد واي تربيع، وجود دائرتين هون مركزهم نقطة الأصل. طبعا يا شباب للي بده يستفيد في إيش اسمه الجاكوبيان. الجاكوبيان تقدوه بمئتين واثنين مو بمئتين واحد. يعني في طرق انك تكامل بجيه تكامل معقد، في طرق اللي هو شبيهة بالتكامل بالتعويض، ولكن على مستوى مئتين واحد ما بسموه تكامل بالتعويض، بسموه الجاكوبيان اوف ترانسفورميشن. المهم فنحول لبعض مع بعض للبولر. الاكس تربيع واي تربيع بصير ار تربيع، الدي واي دي اكس بتصير ار دي ار دي اي ثيتا، عنصر المساحة في البولر، وعنصر المساحة ببطل يصير دي واي دي اكس هون، وزد طويلة بصير شقفة صغيرة دي ار دي ثيتا. هيا شايفينها من ضمن الارض بتاعتك، ما بصير تاخذ جوا هون، لازم الار بتاعتك تتغير من ار تساوي هاي قديش الار بتاعتها اثنين الى ار تساوي دي اربعة. حدود التكامل بعطيني اللمنة من هون لهون بس من ضمن ارضك، هاي اللمنة بجمعها بالثيتا بخليها تلف، هاي واحدة هون وواحدة هون وواحدة هون. اذا بمشي الثيتا من صفر الى قديه الى اتنين باي، هيا من صفر لاتنين باي، وبعدين بجري عملية التكامل. لاحظ اقوى ار تربيع مشتقة لار تربيع اتنين ار، بدها بس اثنين، اذا بخصم على اثنين وبعوض، ثم التكامل دي ثيتا ثابت بصير ثيتا اللي هي اثنين باي مع اثنين بتضل هيك. هاي الفوليوم انا طلعت لك الجواب لاخر لحظة، يعني لو السؤال اختر ال A B C D وخربطت باثنين اللي هون راح السؤال كله، يعني مش شغل التكامل بس دبل انتجرال، لا اول شيء بدك تحدد حدود التكامل وبدك تكامل وتحول. يعني في البولر بالامتحان بيجي بيقول لك هذا التكامل لو حبيت بدي احوله للبولر بيطلع الجواب مره بحط لك اثنين اربعة، مرة صفر اثنين، مرة صفر باي، فانت بدك تختار الجواب المناسب. في اي تعليق شباب؟ شباب شباب الو الو، معك دكتور، معك تمام دكتور. واحد يرد علي لاني انا بفترض انه فيش نت، بفترض فيش صوت عندكم. لا معك دكتور، سامعينك. والله يرضى عليكي، بس احكي كلمه، مين اللي بحكي معي؟ تقوى. تقوى تقوى، هذه انت بالاخير عفينا عنك يا تقوى. اه يسعدك دكتور، وسويناك شو اسمه الادمنستريتر. الله يسلمك يا رب دكتور، بس انتي لي حالك تمام ان شاء الله. على فكره اي ايميل الشباب ببعثوا لي اياه ما بقرا، يعني ريح راسك، في عندك اشي ابعت لي اياه على الواتساب، على الواتساب بيني وبينك، مش والله تسوي فزعه مع طلاب الشعبه، والله الوقت بكفى وما كفاش وابصر ايه، بيني وبينك بس ابعت ايمي هذه وبشوف انا وبقراها وبعطيك الجواب المناسب. اما ما بصير تسوي تفزع الشعبه، والله النت علق وما علق، علق ولا ما علق شو اسوي لك فيه، انا مش انا اللي بصدر النت يا ابني.
أنا مسؤوليتي تدريس بس، عندك إشي مش واضح من عيوني، أما والله النت علق معلق، هاي مسؤولية الدولة، مسؤولية الدولة، واحد أبوه في الدولة يحركه يحركه، لأنه مش معقول إذا الكلام صح بتاعكو. طيب بنيجي لمين؟ للماس. زي ما قلت أنا في بعض الأساتذة ما بعطوا هاي الماس and density، الكتلة والكثافة. طبعا بعض الأحيان هذه ممكن تتعلق بسلك واير أو بليت سبيكة أو سوليد مية مثلا أو ليكويد أو كذا. فلهذا السبب في إيش اسمه لاين انتجرال هون، في إيش اسمه سيرفس انتجرال هون، وفي إيش اسمه انتجريشن هون، دبل انتجرال أو تريبل انتجرال هون. هلا بالنسبة للدنسيتي، طبعا السلك قد يكون مصنوع من ألمنيو مع نحاس مع ذهب، يعني مزيج من هذه ايش المعادن وبنسب مختلفة. فإذا قصيت سنتيمتر طولي من بداية السلك أو قصيته من نص السلك أو من آخر السلك فقد تختلف الوزن، هاي اللي بسموها إيش اللينير دنسيتي، ووحداتها جرام لكل سنتي. شو هي اللينير دنسيتي؟ هي معدل تغير الماس بير يونت لينكث، دي ام على دي ال، ال اللي هي الطول. طبعا اضربها ضرب تبادلي، لاحظوا غيرتها لدي اس صغيره. الدي اس صغيره ترمز لمين؟ لطول السلك الشقفه. وطول السلك يعطى باكثر من قانون، على 201 يعطى طول ار برايم تي دي تي، على 102 يعطى واحد جذر واحد زائد دي واي على دي اكس تربيع دي تي اكس، وعلى البولر R تربيع زائد دي R على دي ثيتا تربيع دي ثيتا، يعني ما تشتق تحته تكامل بالنسبة له. هاي بالنسبة لمين؟ للسلك. يعني واحدة عندها مبرومة، وخلينا نقول مغشوشة، مبرومة ذهب، هي بتفكر ذهب ولكن مصنوعة من ذهب وشوية بلاتين وشوية حديد وكذا كذا. فالدنسيتي لينير دنسيتي على اساس خلينا نقول سمك المبرومه متجانس، السمك على طول دائره نص قطرها 10 سنتي، مش تتغير مش تتغير، اذا تغيرت بطلت تصير واير. بالنسبه للسبيكه واحدة عندها قلادة، قلادة ذهب، رو دي ام على دي اس، جرام لكل سنتيمتر مربع، يعني بدك تاخذ شقفة سنتيمتر مربع وتوزنها، هاي بتطلع ايش الدنسيتي. طبعا مش لينير لانه فيها مربع، اضرب ضرب التبادل بصير الدي ام تساوي رو دي اس، وفي قانون للدي اس بتاخذوه ب 201، واحد زائد دي زد على دي اكس تربيع زائد دي زد على دي واي تربيع دي اكس دي واي، دبل انتجرال. يعني لو كنت المنسق انا لكان دخلت هذا في المنهاج من صلب الموضوع. فالماس تساوي تكامل مجوز رو في جذر تربيع واحد زائد دي زد على دي اكس تربيع زائد دي زد على دي واي تربيع دي اكس دي واي. طبعا الزد هي معادلة السبيكة، معادلة السبيكة، بجوز معطيك سبيكة ذهب زد تساوي اكس تربيع زائد واي تربيع، هاي معادلة السبيكة.
ومصنوعة من مزيج من ذهب وألمنيوم و و و و وبعدين بقول لك طلع لي الماس بتاعها. هاي بدك تمشي على قانون وللأخير. أنا زودتك بالقانون بس أنت بدك تكمل المساحة، بدك تكمل الماس. هلا بالنسبة للسرد، افرض حطيت مية أو زيت في كرة، إذا الزيت يأخذ شكل الكرة أو نصف الكرة. هلا الرو دنسيتي، هاي المتعارف عليها دنسيتي الكثافة العادية، جرام لكل سنتي مكعب. وخلي بالك هاي المادة على ما أعتقد الأساتذة الثانية ما بعطوها، هاي ما بعطوها. طيب فالرو هي معدل تغير الماس بير يونت فوليوم. طبعا عنصر الفوليوم هو دي زد دي واي دي اكس، الشكل الصغير اللي قبل شوي حكيناه. لما تكون الزد دي زد دي واي دي اكس صغار كثيرة، فبعتبر عنصر الحجم ايش؟ نقطة. والدنسيتي عند النقطة بعتبرها ثابت، بعتبرها ايش؟ ثابت. بدك الماس بكامل رو دي في. طبعا هون طالب الرياضيات 201 انه كيف تكامل تريبل انتجرال او تكامل دبل انتجرال. هون تكامل لاين انتجرال، تكامل خط واحد باتجاه واحد بس. طيب سؤال، evaluate the surface area of the surface z تساوي 1 زائد x تربيع زائد y تربيع وz بين الخمسة والعشرة مع الرسم. طيب الرسم مطلوب، z تساوي 1 زائد x تربيع، انسى الواحد، z تساوي x تربيع زائد y تربيع اخذتوها، ارفعها واحد، ارفعها واحد لفوق. هيا زي بارابولويد، دوران بارابولويد حول احدى المحاور. الزد لما تكون خمسة، الاكس تربيع زد واي تربيع شو بساوي؟ اربعة. هيا هاي اكس تربيع زد واي تربيع تساوي قديش؟ اربعة. والزد لما تساوي عشرة، حط الزد عشرة من واحد تسعة، اكس تربيع زد واي تربيع تسعة، هاي نص قطرها ثلاثة. هيا اسقطهم على الارضية هدول، هاي الدائرة الصغرى وهاي الدائرة العظمى، وأنا واقع بين الدائرتين، بسوي إسقاط للسطح هذا وين؟ على الأرضية، بطلع أنيولر رينج، بطلع أنيولر رينج، منطقة بين دائرتين. القانون ما بدي أتفلسف بالقانون، قانون معطيك إياه. هاي الأس هيها شايفينها؟ واحد زائد اي واحد زائد دي زد على دي اكس دي زد على دي واي، اشتق الزد تاعت هاي بيطلع 2 اكس ثم ربعها 4 اكس تربيع، واشتق الزد بالنسبه للواي وربعها بصير 4 واي تربيع. فالاربع عامل مشترك اكس تربيع زد واي تربيع زائد 1 دي اكس دي واي. هلا بجمع عنصر المساحه اللي هون واللي هون واللي هون، بدال ما تطلع هيك بجمع وين؟ تحت. تحت بيقول لي وين رايح؟ وين رايح؟ بيقول لي تحت دائرتين لك عليها البولر، على البولر. واحنا لو ايش تعلمنا البولر؟ بسهل علي شغلات كثيره. ولسه الجاكوبيان اللي بدرس لقدام شوي 202، بس انا ما بدي اتجرأ اعطيكم اياه لانه ما بديش احملك حمل اكثر من طاقتك. محل الاكس تربيع واي تربيع شو بحط؟ ار تربيع. محل الدي اكس دي واي بحط ايش؟ ار دي ار دي ثيتا، وباخذ عنصر مساحه هون. هايو
شايفين عنصر مساحية الار تبدأ من الصغيرة هاي حتى الار الكبيرة هاي، لأنه مع كل عنصر هون في عندك عنصر مساحة فوق. فبكامل من ار بين 2 و3 والثيتا من 0 ل2 باي، وبعد التكامل بيطلع عندي هذا الجواب. طبعا اس اللي هي مساحة السطح تعطى بالسنتي مربع. خلي بالك انا طلبت مساحة سطح وليس ماس، وليس ماس. الوحدات مهمة جدا. سؤال اخر. If the density if the density of a wire C، هاي معطيك انا معادلة السيل السلك، X تساوي 2 كوسين باي تي، Y تساوي 2 سين باي تي، والتي بين الصفر والواحد. طبعا هون انا مهمل لك الزد، يعني عندك السلك محطوط بالإكس واي بلين، ما في عندك زد اللي اعطيك اياها. is given by رو اكس واي تساوي اكس تربيع زد اربعة واي تربيع، هاي جرام لكل سنتي، لانه بقول لك سلك اكس تربيع واي تربيع، هيها اكس تربيع اربعة واربعة واي تربيع صفر، اذا الدنسيتي هون اربعة، هون اكس تربيع قديش عندي صفر، واي تربيع عندي قد اربعة، مجموعهم اكس تربيع صفر زائد اربعة في اربعة 16، اذا الدنسيتي هون اكثر، وهكذا وهكذا وهكذا. اذا لاحظ انه السلك ماله مش متجانس، السلك بيعتمد على موقع الواي بتغير من الدنسيتي. find the mass of the wire، بده الماس تاع الواير. الماس دي ام تساوي رو دي اس، الرو هيها اكس تربيع زائد 4 واي تربيع معطيني اياها في دي اس. الدي اس هي عنصر طول المنحنى، هيا كامل الطرفين، التكامل على السلك. وكيف بدي احسب التكامل على السلك؟ بانك تعوض معادلة السلك، تعوض معادلة السلك. هاي الاكس تاعت السلك اعطاني 2 كوسان، ربعها بصير 4 كوسان تربيع زائد 4 واي تربيع، هاي الواي بتاعت السلك. فيه الدي اس، الدي اس بحسبها على جنب اللي هو عنصر طول، دي اكس على دي تي تربيع زائد دي واي على دي تي تربيع دي تي، لانه هو معطيني الاكس بدلاله التي والواي بدلاله التي، مو معطيني البولر. خلي بالك معطيني البارامتريك ايكويشن، فبشتق وبربع بشتق وبربع وببسط بيطلع عندي 2 باي دي تي، هاي 2 باي دي تي. وبكامل بالنسبة للتي طبعا بيطلع التكامل سهل جدا، بدك الطرق التكامل تقرا من جديد قبل الفاينل او قبل بلا قبل الفاينل، طرق التكامل لازم تقرا من جديد. طبعا هون ما بكفي تقول لي الجواب كذا كذا، لا بدي احله لاخر نفس، لانه لو كان السؤال ضع دائره ساعتها بتفرق بين ما يقول 20 باي وبين ما يقول 20، فالجواب بيطلع 20 باي والوحدات جرام، لانه بقول لي الماس. والباي لما بدي اعوض عنها بعوض 3.14 مش 180، لا اوعك الباي قيمتها 3.14%. اي تعليق؟ طبعا هذا السؤال على لاين انتجرال، يعني فيش فيه دبل انتجرال
ولا تريبل انتجرال، تكامل عادي. واخيرا الليكويد، الليكويد يعني سائل is to have a density 2 زد جرام لكل سنتي مكعب. هاي الدنسيتي المتعارف عليها بالدنسيتي. And its shape is Z تساوي جذر X تربيع زائد Y تربيع زائد واحد. هاي عندي بول، إناء على شكل قريب على المخروط، حطينا في سائل كثافته متغيرة، كثافة السائل 2 زد جرام لكل سنتي مكعب. هون الزد قد ايه؟ واحد. 2 زد يعني 2 جرام لكل سنتي مكعب، ولكن هون الزد 3، اذا 2 في 3 6 سنتي، 6 جرام لكل سنتي مكعب. فكل ما تطلع لفوق الدنسيتي ماله بثقل، السائل يثقل، يعني بلش بمي بعدين بزيت بعدين بكذا وهكذا. السؤال شو اللي بده اياه؟ liquid is كذا and this كذا. انا مش حاطط الهاي. السؤال بده الماس، بده الماس بتاع الليكويد، بده الماس بتاع الليكويد، وايضا طلع الحجم، بدي حجم الليكويد وكتلة الليكويد. هلا دي ام تساوي رو دي في، القانون عندي الرو هي 2 زد، دي في عبارة عن دي زد دي واي دي اكس، ماخذ عنصر حجم صغير صغير. فعشان هيك انا افترضت انه 2 زد ثابتة، لانه الدي زد دي واي دي اكس هاي صغيرة كثير كثير كثير، وممكن اعتبرها ايش؟ كنقطة. فهاي الدي ام لمين؟ للعنصر الحجم، كتلة عنصر الحجم. هاي بدك الماس كامل. اولا بكامل بالنسبة للزد، شو بكامل بالنسبة للزد؟ بجمع الكتلة اللي هون واللي هون واللي هون حتى هون. اذا الزد تبدأ من سطح الكرة او المنحني لوين؟ للسطح الفوقاني، الفوقاني اللي هو زد تساوي جذر الخمسة. هو معطيني اياها، هيا جذر الخمسة. التحتاني اللي هو معادلة السطح. حصلت هيك بأول تكامل، إذا بكامل بحصل على كتلة مين؟ اللامينة هاي، عمود الحجم هذا. هاي كتلتها. هلا بحرك الواي والاكس. طالما طلع عندي اكس واي، اكس تربيع واي تربيع، فبحول لمين؟ للبولر. بسقط هاي على مين؟ على الارضيه. بتطلع هاي اكس تربيع زد واي تربيع اقل من 4. خلي بالك هاي زد تساوي قد ايه؟ جذر 5. هاي 5 كلها راح من هالواحد، ضلت قد ايش؟ 4. طيب هاي الأربعة دائرة نصف قطرها قديش؟ 2. فبحول للبولر، يعني ما بكمل للكارتيزيان. محل الإكس تربيع زد واي تربيع بحط آر تربيع، ومحل دي واي دي إكس بحط آر دي آر دي ثيتا. والآر تتحرك من الصفر، خلي بالك لما تظلل هاي بدك تظلل هاي كلها واحدة بواحدة. الار من الصفر لحد ار تساوي 2، هيا. والثيتا بجمع اللامينة هاي واللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها، من ثيتا صفر حتى ثيتا تساوي ايش؟ 2 باي. وبكامل حتى يطلع الجواب 8 باي جرام. طبعا وحدة الماس حسب الدنسيتي، هو معطيني هون جرام، إذا لازم استخدم جرام. لو قال لي كيلو جرام بقول له كيلو جرام.
طيب هلا تكملة السؤال بقول لك طلع الفوليوم للليكويد، الفوليوم شكل والماس شكل. الفوليوم عنصر الحجم هي دي زد دي واي دي اكس، ما فيش رو، نفس السؤال اللي فوق بس بدون رو، دي زد دي واي دي اكس. وطالما الشكل بتاعك نفسه إذن حدود التكامل نفسها، ما بغير حدود التكامل، حدود التكامل مربوطة أو مرتبطة مع مين؟ مع شكل الإناء، مع شكل الإناء. إذا غيرت الإناء ساعتها بتغير حدود التكامل، وإنما هون الزد بتاعتك من السطح اللي تحتاني للسطح الفوقاني وبتكمل على إيش؟ على البولر. أيوه طلع عندك ايش في البولر، اكمل فهي سهلة، هاي لك للدار. بدك تكمل مشتقة الار تربيع زائد واحد، اي ار دي ار دي ثيتا، مش مشكلة. جذر الخمسة ار دي ار دي ثيتا، تكامل جذر الخمسة مية ثابت، بضل عندك ار دي ار اللي هي ار تربيع اثنين، اذا التكامل سهل فبتكمله بالدار وبطلع ايش الجواب. أي تعليق شباب؟ أي تعليق؟ ألو؟ لا دكتور يعطيك العافية يا رب. سؤال؟ ها وينكو؟ يعني لا إياك أنك تحط حدود التكامل بدون ما ترسم المنطقة، الرسم في كل إشي، تأخذ عنصر صغير وبتمشيه، حسب ما انت ما بدك تمشيه بتحصل عمين على حدود التكامل. ولما تكبر على خير السلندريكال كوردينيت سيستم هي شبيهة في البولر، يعني اللي بيفهم بولر هسه السلندريكال بصير بتاعته سهلة جدا، اما السفيريكال مزعجة، بس هاي مش وقتها عندنا. السفيريكال في 202 مش وقتها عندنا. في الجاكوبيان يا حبذا لو انكم تتعلموه، بس انا ما بدي اضغط عليكم كثير الجاكوبيان لانه بجوز اعطيكم العزوم، العزوم مهم جدا، العزوم لطالب الرياضيات والفيزياء مهمة جدا، لانه بعض الاحيان بيجيك سؤال بال شو اسمه هاي امتحان الكفاءه بيقول لك احسب تكامل اكس دي اكس دي واي على كذا كذا كذا، فاذا بتعرف العزوم بتحل السؤال بدقيقه واحده، على العزوم دقيقه واحده. اذا ما بتعرف العزوم بدك تحط حدود التكامل وتطلع معادلة الخطوط ووجع راس، يعني فيها شغل بلاوي. العزوم بيوفر لك إياها إيش للدقيقة واحدة بس، فغالبا راح أعطيكم إياها الحصة القادمة العزوم المومنت. فكرتها بسيطة جدا بالفيزياء، إنها مجموع عزوم القوى تساوي عزم المحصلة. بل وفي نظرية لبابس برضو يا ريت بتاخدوها، نظرية بابس للحجوم الدورانية وللمساحات الدورانية، احتمال كبير والله بجوز اعطيكم اياها. نظريتها بابس، نظرية بابس واحدة بتقول لك اذا سلك دار حول محور فبعطيك مساحة سطح تعطى بالقانون بلا 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 بلا. طبعا اثباتها على 201، اثباتها على 201. اذا في اي سؤال العشر دقائق هذول اذا في عندكم اسئله بتطرحوها علي هسه، تفضل يا شباب. اي سؤال، اي سؤال براسك احكيه. يعطيك العافيه دكتور. علي صوتك. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك يا ابني. الله يكرمك يا رب دكتور. انا
عادي استفسر من شان الامتحان ولا لا؟ علي صوتك. بقول عادي استفسر من شان الامتحان ولا كيف؟ استفسر بس لا تكون لحوح. تمام ان شاء الله. دكتور انا الموقع عندي 10 دقائق تفات، تمام؟ بين كل سؤال وسؤال كان يقعد 20 ثانية. لما ينتقل من سؤال لسؤال، السؤال بعطي ايرور، تمام؟ لما يعطي ايرور، طبعا هذا كله باخذ وقت. هسه دكتور انت اذا بدك تتاكد من كلامي راجع الحاسب الالي، اذا بدك تتاكد اني صادق ولا لا يعني. يا ابني تمام. شو اسمك انت؟ انا اسمي سيف حسن علي خلف. يا سيف الله يرضى عليك، انت زي بمقام ابني. تسلم يا دكتور. يعني تاخذنيش بالنسبه لي، ويعني لا اعلم شو المشاكل اللي بتصير بالحاسب، فيا ريت لو انت ومجموعه من الطلبه تقدموا عريضه لرئيس الجامعه. دكتور يعني انت عارف مش للعميد. وينك؟ مش للعميد، لانه العميد ممكن ما ينظر فيها، اما لا لرئاسه الجامعه او حتى وزير التعليم العالي، حتى يعرفوا انه الاونلاين هو وقلته واحد. انا معك الاونلاين بالنسبه لي، لو بدي اتحكم فيه والله بحط صفر عليه، بحط صفر. اذا الطالب مش وجهك بوجهه كيف بده يستفيد الطالب؟ وبالامتحان انا سويت امتحاناتي عندي، اسأل طلاب اللي اخذوا عندي، كنت اعطي 3 ساعات للطالب للامتحان. اذا بتتذكر قلت لكم في كويز، وكنت ناوي اجمع الكويزين مع بعض اخلصكم منهم، بس بالاخير الدكتور ادريس قال لي لا، بفضل انه ياخذوا مع بقيه الطلاب. قلت له ماشي نعم، بس ما اتصل الوضع انه شغله انترنت وما انترنت. انا بدي افحص الطالب بالعلم، ما بدي افحصه بايش اسمه، بانه النت ضيع عليه للطالب ولا لا. فهاي رجاء اذا في عندك مشكله يا سيف، انت وشباب ثانيين بكتاب لطيف اللهجه، لطيف اللهجه، وديه لرئيس الجامعه، واحد لوزير التعليم العالي. طيب يا دكتور، أنا والله ما عندي صلاحية يا سيف، أنا فقط معلم. يعني دكتور، إذا دكتوري ما سمعني، وإذا عميد الكلية ما سمعني، بدك عميد الكلية ورئيس الجامعة يسمعوني. تفضل سيف، لا تظلمني. أنت قلت لي وأنا سمعتك، أنا سمعتك وأنا بشد على إيدك. مين قال لك انه ما سمعتك؟ انا سمعتك وحاسس فيك وفي الطلاب الثانيين، بس المشكله كل ما بقول للاساتذه اللي عندي المنسق بالذات بقول لا هذه عادي، وابصر ايش واول ثانيتين الطالب قبل ما ياخذ الكمبيوتر بتاعه يحمى، فما بسمعوا مني. دكتور احكي لك مين استفاد من الاونلاين؟ الغشاشين. لا، استفاد من الاونلاين يلي هم الناس يلي دبروا ناس عشان يحلوا لهم، اما احنا اللي قعدنا نقرا والله ما استفدنا من الاونلاين. كيف؟ والله عارف ان الشغله هاي ما استفاد الا الغشاش. انا عارف. حتى دكتور. وينك؟ لا تفكرني انا شو اسمه؟ انا كنت طالب وعارف اللعيب، يعني اللي قاعد على الجهاز شو بعرفك انه علي فورا بحل لطالب معين؟ شو عرفك؟ حتى دكتور لما بيضايقوا علينا بالوقت عشان الغش، عشان الغشاشين ما يقدروا يغشوا، احنا بنتضرر. يعني انا حليت اول 7 اسئله دكتور، بعدين ما قدرت اكمل لانه ما في وقت. يعني 50 وحياة الله يا دكتور، انه ما يعني يا دوب كان صرت اخر شيء اخلص، يعني ما قدرت. ما تحلف بالله لانك صادقه، ما تحلف بالله لانك صادقه، يعني مش كل ما حلفت بالله معناته صدقتك، لا أنت صادقة، وأنا عارف المشاكل وعارف الألاعيب. أنا بنقهر على تعبي يعني يا دكتور، أنا بحضر معك كل محاضرة وأنت بتقدر تشوف، وبدرس وبفهم. دكتور تفضلي. يعطيك العافية. الله يعافيك. دكتور لو سمحت تلاقي لنا حل، يعني إحنا عندنا الوقت أول إشي ضيق، وثاني إشي إنه one way نماذج، يعني في 100 مشكلة
فيا ريت تلاقي انت كمدرس انك لانه دكتور معك بعد جهد جهيد مجلس العمداء الاكرم لقى انه يرفع ثلاث دقائق مدة الامتحان، يعني بدل ما يصير 50 يصير 53. والله يا دكتور أنا خلص معي على 50، حتى ما حطيت فينش على الامتحان، ما حطيت. ليش في طالبة جابت 26 من 30؟ معناته الوقت ممتاز كان. إيه دكتور هذول اللي بغشوا يا دكتور بعدين. لا تقول ليش بغشوا، أنا بعرف الطالبة هاي. أنا بعرف الطالبة هاي وبدأ دكتور هاي الطالبة عايدة المادي، يعني إحنا أول مرة بنقدم على المادي. وينك بغض النظر عايدة مش عايدة مش مشكلتي هاي، لأنه في طالبة ثانية عند دكتور إدريس جاب 26 من 30، يعني دفاعاتي أنا ودفاعات إدريس شبه معرّة. لما واحد يقول لك 26 جابت وفي 22 كمان، هذا طالب اسمه أحمد أبصر إيش جاب 22 عندي. طب هذا كيف جاب 22؟ طيب أنا أول مرة بقدم هذا المادة، يعني كمان مش إنه إحنا بندفع فلوس عشان آخر شيء نرسب بالمادة. يا بنتي والله يعني يا بنت والله مصدقك بس الحل مش بإيدي. أنا بقول لك إياها من الأخير، علي فورا ما بيحكم، لو بحكم أنا زمان صرت رئيس جامعة. أنا طلابي رؤساء جامعات بس ما طيب بطلع. اعرض على الرئيس إنه يزيد ما بطلع بإيدي إشي والله. عشان هيك أنا بقولكم جمعوا طلاب وابعتوا لرئيس الجامعة اللي يعرف إنه في مشكلة، مش إنه والله نايم معناته كل إشي تمام. هدول لما ما يجيهم جسمه حدا يشكي معناته الأمور كلها تمام، وخاصة وزير التعليم العالي. شو بيعرفه وزير التعليم العالي؟ إنه في مشاكل وفي 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 بده يحل. والله في 100 مشكلة يعني دكتور، يعني بده يحل مشاكل إنه بعض الطلاب بيحلوا بمصاري. طب مش هيك؟ يعني أنا باجي بحل ببلاش لفلان ابن فلان، بقعد على النت وبحل الأسئلة وهي جاب علامة كاملة. فأنا آسف والله جدا، ونراكم إن شاء الله على خير إن شاء الله. طيب دكتور إحنا شو بدنا نعمل من شان المادة؟ ما قلت لك يا بنت، أنا قلت لك إنه يعني جمعوا 10، قد ما بتوقعوا أكثر بكون أحسن لرئيس الجامعة، ونسخة لوزير التعليم العالي. غير هدول لا، لأنه غير هدول بديش أقول رئيس القسم وكذا بتطلع عليها وشو بده يسوي؟ يعني محدود الصلاحية. انت بدك واحد عنده صلاحيات كاملة، فليكن رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي، غير هدول اثنين لا. قبل الفاينل، لانه اذا غشينا بموعد الفاينل خلص بيعتبروا الامور تيبيكال مثالية. فانتوا على الاقل انه والله في مشكله عندنا ويسووا تحقيق فيها، سووا تحقيق فيها، اذا انكم صادقين بينوها. انا على اليوم والله يعني مره 201 مش السنه اللي فاتت اول الكورونا كنت بدي اجيب الطلاب ياخذوا الامتحان عندي على البيت والله، لاني شاعر انه الطالب بتضرر بالنت. انا قبل اسبوعين علق النت عندي، راحت الحصه وانا حصه بقول لك مش امتحان. فالله معكم ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.
آه.